بعض الصحافة دينا كسلامة كذبنا محاوة هاي أنا أقول حسن الشيخ محمود مدحويني هوري قدومي حزب يو بي دي ما أنت هالكا وحاولنا مدينا أن أمد الصوماليات يا عالم كإنت بقى أنقرسينو بعد ذي الشركة بعد المقالة مقدشو مدى كوبات إنا نكحونا هاي سيدة وحود عين مدى لبادنا وعنبارين هنا عن ربنا دادك الصوماليات إنا نعدينو بعد ذا سيد دولة نمو راتكم لها مدحويني الشيخ شريف مدحويني الجمهورية ده حليل كميل قارك هاي كالصاري دل كان نين وضايا هو محانكو راي حشمك بدان دادك ايو جمهورية ده حديده كله إن شالي دقن كنو عاصل ساس لولا دق ماهي سيمال اي صحكو تهي مجرن قانونيا صح ماها داد نمانا صحكو ماها ايو محانكو راي دولد نمو انت بسرع صحكو ماها شالي فعل كايربورك مقدشة كدعي شرعنا مدوك سنة دولدني مانا مدوك سنة ضدني مكة لنا مدوك سنة قلبك كوي لواتنات الدستور كومي الجاركا فقرة دي سكوبات وحكا لمركا لغا صوتك دقاقا حرية دا قفك مواطن كأولو تلماما اسكد دا قف مسؤولية دا سوا قبطي او مدعونا جمهورية دا صوام رغضي او دل كان ظروف ادك او دي بدن كسو صاري حلقان ادك نفتي سخوري خطر قسوق جلي او مدرح دي كرامة كلها مضان ولكن لدينا نحن 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 دستور نحن 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 لكن وحي آني نحن 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 نف أنا محانك نحن 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 جلعمين أما كأموسمين عطيران كل النهاي وحاس خلد أهين وأنا خلد شلنا خلد أهين ما أنتن وخلد بريها دي سيس على نوا خلد عواقب حمك عواقب حم بدن إكاد أنا كرتو إن صورت قلتها دول لما دي هذا هو ده يهو ده الصومالية وقرن إنسان كن سجال بقول يسجاشن إيشان يونس عمر كيدل كان كتكت أي هو ده الصومالية أنا الله علي ما ملك هذا لود يبه أب صدّن سنة كنت واد أيها هذا هي أداس قعدت كويسة لعقت هؤلاء اللي قادوا هي أداس قادوا دتك الصومالي ده وحوين لو ما قبل جرين وما ما حبنا عني عن دلال أدق لوس وقلي هؤلاء سيد لوس علي لهاي وما ملك الصومالي لوس علي لهاي وده حاجة جديدة بدنا اللي قلي دولة قبل ده ده رالي كأها محنك ولا ده قيبا كل دول ومجتمع بلشدة ولا ما رالي كأهدي إن أي نص النقطة هؤلاء ده ما ملك هذي تلذيذ مرك أقول رئيس صار نقطتين إنه وحصد عن وحيدب أكين إنه هذانا أنها وذي فرهين إكب حضو أيدب النقطة هذانا معقول معها ضدك لديدي إنه دافان يو قوة ما ملدو دي شعب كودي إيه هيومانيتيريان كودي محو أي جرجال كي لو في دين ضدك لهر تاجي يا ديارضو ما دقة غكر هذا وحرم تعال ليه وأكو الشارع عدار عد جابن كويري محن كور هذا هذا إن أنا قاعد إسكاله هنلوسو عليه أو دولتي محن كور دولت صوماليا كجرب استاكت دولة نمدو شلي معها مانتا معها وكسيو ريس شلي مانتا ويكدب بينسا ضد بدن الأسوء استاغي إن هو وقت دار يوضع دار نواقات انت جير الله صفري كان ذا اللوتكي حارونتا أكاوا اللوتكي ماذا حدا أكاوا ورقضي الدعوة يوحو البلو قري سي هو وضع داري صومرت مانتا مركا إن أي دقن كان نوع عاسا أو خب سياسة دار لو استعمالي أو كي إيغا فكر دون وكو عدادين يا إلا يرادو wax macquula oo maxaan ku raa umada Soomaaliyeed ay u qalmaan ma ah waana basic rights ama xuquuqda asaasiga ah sheegayna oo muwaadinka iyo deegaanka iyo dadka Soomaaliyeed ayay waxay ku tahay ku xad gudub weyn marka waxaan rajaynaynaa dawladdu inay indhaha kala qaado ay fahamto wali waxaan rabnaa dawladdeenu inay fahamto dalkan meesha uu ka yimid meesha uu marayo meesha uu socdo dawladnimo dhameystiran محنك هذا حقوق إن قرنهم أن أديروا كلها إنه دبنا وصلنا قطع أقانسي يقص يأجرانشيو وما دسوا مالي نحن عن كوا ذا كوضع هذا لقمة داوي باي صومالي الحكومة ما ذا على روح الكبكة لقمة داوي بقنا كنوع أنا الشارع يضل كنه كبر بري دولة مدين كبر برتين ما أنت داوي إن كجير إنه ودولة دا محوي كحوق السنة سي دولة دا كم مقارنة صلدها ما دولة أنت عن كحوق بدنا الشارع وحن وحلا مدين أنت لا تمد أدتك جديدين ورمان تواصل كبنين وصل مقرنا وحش شلي لقد كحوم ما يشلي الديري عذر كشلي نقول دعي ما أنت إن هذا عذر كأن دون دون الناهي معنى بدل ما سمينيسو
arinta waxa soo hartay maamul goboladeeda dalkan nidaam federaal ah oo qaatay 2004 shirki ugu dambeeyay dibad lagu qabto in bagaasi lagu qabtay ayaa dadka Soomaalidu isla soo ogolaadeen nidaam federaal in la qaato 2012 kongreska xamar lagu qabtay ee dastuurka hadda jira ee ku meel gaarka lagu ansixiyay dadka ka qayb galay ergadii oo jamhuuriyadda oo dhan iyo dadka Soomaaliyeed isaga timiday waxay isla ogolaadeen dalku inuu nidaam federaal yeesho nidaamka federaalka wuxuu ka mid yahay qaababka xukuumadda dalka ka jiro adduunyada ka jiro aayad quraana maaha waa la bedeli karaa waa laga guuri karaa laakiin sidii sharci uu ku yimid dadku ay ku doorteen looga guuri karaa dadka Soomaaliyeed inay isu tagaan yiraahdaan federaalku waa naanficin waayey ee mara laakiin anigaa jecel iyo anigaa naceb iyo anuu ila quman yahay iyo anaa awooddaydu uu ku kordhinayo anuu awooddaydu ku dhimaa ma galo dheedheer ma galo waa rabitaanka dadku ku yimiday waxaa looga noqon karaa waa laga noqon karaa laakiin waxaa looga noqon karaa rabitaanka dadka in inta laysu yimaado Soomaaliya isu timaado waa federaalkii waana anfici waay laakiin qof iyo xukuumad midna ma celi karaan federaalka mana diidi karaan mana hor istaagi karaan rabitaanka shacbiga waay oo ku salaysan yahay nidaamkaas dhib badan loo soo maray dhismihiisi wixii laga soo maray saxaafaddu aad iyo aad ay u ogtahay goobjoogi u ahayd dowlad goboleed kasta dadka Soomaaliyeed oo isu keenay oo walaalow maxaa dhihileen maxay kula tahay adiga war ka ballan war la yiri oo loo fududeeyay ayagu ay go'aansadeen nidaamkan uu ku dhismo barose socda waaye ma dhahayo mana ku dacwoonayo boqolkiiba boqol oo saxya Soomaaliya maanta boqolkiiba boqol wax sax ma jiraan laakiin wada dheer eber ahaan ka nimid meel fiican hadda marayna aad iyo aad wax badan noogu qabsoomeen nidaamka federaalismka dhexdiisa dhibaato ka jirto wax badanoo dastuurka xaggiisa ka qabya ahaa jira wax badanoo maxaan kura dadka Soomaaliyeed inay ka doodaan iska warsadaan loo baahan yahay jira laakiin maaha dheelalawga iyo dhayalka laguma bedeli karo lagumana carqaladayn karo dhibaato iyo waxaan dowladnimadii tii qaranka una su-aal gelaysee dadka deegaanada degana tashaday hadday wax ka qaldan yihiin war waxaana idinka qaldanay sidaan si maahan ha la toosiyo in la yidhaahdo oo la dhexgalo oo la waxay u baahan yihiin waad garanaysaan ayagoo dadku isdirsan yahay isu imaan karin iswarsan karinaa dadku intay isu yimaadeen iswarsadeen ay nidaamkaas samaysteen waxbaa ka dhiman hadday wax ka dhiman yihiin in la dhammaystiro oo si nabad ah iyo heshiisiin iyo dowladduna ay fududeyso dadka inay macnaha afkooda isu carfiso isu keentay walaalaysaan laga shaqeeya laakiin sidaani ma aha iyo siyaabihii beryihii dhoweyta dhacayoo dhan si saxa oo maxaan ku yiraahday dowladnimadeena saacidaysa ma aha marka nidaamka federaalka ah waa sida ugu sahlan ee xukunka dowladnimada uu ku baahi karo oo meel walba ku gaari karo laakiin haddii aan ku fikirno askariga booliiska loo yaxada ka shaqeynayo iyo midka raaskambooni ka shaqeynaya midka raas caseer ka shaqeynayo halkana xamara laga bedelayaa dowladda dhexe bedelayso gabadha umulisada ee maxaan ku yiraahdaaye baar dheere hooyada joogta umulinaysa ama maxaan ku yiraahdaaye qandala muxuu ahay qoyska jooga umulinaysa ama hiiraan umulin halkana laga bedelaya sheekadaas taariikhdaas waa bog soo laabmay boggii soo laabmay wuxuu ku qornaa inaan akhrino macna ma samaynaysa boggan horyaal waxa ku qoran inaan akhrino waxna ku qoranna maanta waayo waxa loo taagayaa marka si kasta nidaamka federaalka laga guuri karaa qaabkiisa la cayimi karaa laakiin marna ma dhacayso dowladnimada aan naqiinashale oo aan hibanayno waa midaan sheegay calool waxay ku bukooto laguma daawey dib looguma noqon karo yaanan marka lagu kadsoomin arrimahaas aan leenahay waxaa soo haray marka dadka Soomaaliyeed aan rabaa inaan la wadaan war intaas oo isku toosan oo dastuur qabyo a leh oo maxaan ku yidhaahdaa shuruucda badankeedii leh oo waxay u habaysan yihiin dadka hore u dhaqaajiya laga kari laayahay war wax ku dara wixii hore inaad jijibisaan ha ku mashquulinine waxaan 1, 2, 3, 4, 5 dhiman ee 1 iyo 2 kale ma ku dari kartiin fadlan ku dara aan idinkula darno war maxaan ku yidhaahdaa dhinacaasaa waddada inaga jirta aan aadno dadka lagu kari laayahay oo ilaa iyo maanta sharciga say ugu tumanaan la garanayo waa la garanayaa baarlamaanka federaalka guddoonkiisa la bedelay wixii ka dhacay baydhabo wixii ka dhacay galmudug waxa hadda ka socdo kismaayo wixii ka dhacay maalin walba magaalada muqdisho iyo dadka ku nool caasimada jamhuuriyadda sida ay u taalo dadku inay noolaalaayeen dulqaadka dadka muqdisho ayaa dowladdan ku jirta dulqaadka iyo dowlad jacaylka ay qabaan dadka muqdisho laakiin hoggaanka waxaan leeyahay dadkayaan laga dabageynin horena waa u dhahnay mar kalena waa ku celinaynaa dadka maragga laga daayo inay noolaadaan oy dhaqdhaqaaqaan
أي دريمان قبكود إنه كرجرو هلو داي مركي وحاس أي وين شل وحد عوالا قرنيا ما أنت وحي شل عدد كي أجاية وحنوسنا يا طورة يقولي أولا ورمية ورميش شل من غكر وروح شل أنا ما أنفعان لكن وحو الباهي حدود إليه هنا هجانك وحن كلا بلمينا كلا دردار مينا دك إن أنا كوجين ميشي وحن نظام كان فدراليزم كا يدلك إلى تشدان وحو يهي اسبوية قد حيث او ان اسكو قد عان كإلالي نيسا وحيابا عددكو ايكو كالدوي دولة دمدا فدراليزمكو واسبوية اسكو دعا يحنوك يجوكتا كالإلالي سو او قلو والباقوني او يران انتي جركة دم او وضا حنوصان هاي قير كميدا دي جركة حنوصان تاي انتين كال انا الاقرمان كسمايا لباتك جركتا ماهنو واران آدمي annagu annagu dowlad dheheen maanta aanan hoggaanka ahayn dadan u dirnay odayaalan u dirnay niman siyaasiyiin aan u dirnay waxa ka socda meesha inay dhex galaan wax badan waa ka qabteen laakiin doorki dowladda ka maqan dowladu isku ma dayin hadii tixmaay wax ka qaldayeen in wax la saxo laakiin dowladu mar walba dabka shidaal ku sii shubaysay dabka shidaal ku sii shubaysay in hol inta hore ka sii dheeraado oo ka sii waxays ma ka waxays ilaayay wixii shala dhacay ay muxuu ahaay ay soo gaarto waxaan rabnaa nida intaas way aragnimada muqaan leenahay marka maanta dawladdeena maxaa lagu aamin kara xaraadada Soomaaliyeed aaniga aragtida aan qabalo wadaago xitaa waxa dawladda lagu aamin kara waa soo yaraanayaan maalin walba mustaqbalka ummadan in lagu aamino maalin walba xuduudda ay lagu aaminada kalsoonida ay dawladdu qabto maalin walba soo yaraanay maalin walba soo yaraanay maalin walba soo yaraanay dawladnimada iyo sharciyada dawladnimaduna waxay xoog leedahay hadba inta kalsoonida dadku ay qabaan oo dawladda ay ku qabaan oo hoggaanka ay ku qabaan intay ballaaran tahay oo weyn tahay ayaa hadba ay la egtahay sharciyada iyo dowladnimada muxuu ahaay dadka Soomaaliya dowladdeenu ay yeelan karto marka waxaa walwal badan aan ka qabnaa walaac aan ka muujinaynaa taas inay maan walba dib u soo dhacayso soo yaraanayso oo soo waxaysmiso dhaqannada aan macnaha lahayn oo dadka in laga dhex shaqeeyo aflagaadeynta caayida maxaan ku iraahdaa waxa ay dowladdu ay ku bixiso maxaa qarashaadka iyo waxa ay maanta shacabka Soomaaliyeed in aanan muxuu ahay madaxdu aanay dhaqdhaqaaqi karin ma muhiim in loo sheego mase wiilasheena ayagoo dalka difaacaya ku dhintay shalay iyo darad ee qaarkood meydkooda wili banaanka yaala ayay tahay dadka in lagu mobilize gareeyo kuwii dhaawacayna aan daaweyn kuwaasna aan reerahoodii iyo iyaga aan muxuu ahay waxayna ayaa muhiim ah dowladdu maxay uga shaqeynaa waxaas maxay u arki lahaday u aadi lahaday muhiimadda ay leedahay hebel ma dhaqaaqi karo hebel ma bixi karo hebel ma hadli karo hebel ma yeeli karo intay leedahay dadkan waa hadlayaan waa dhaqdhaqaaqayaan waa soconayaan muxuu ahaay qaanuunka iyo nidaamka ayagoo ilaalinay marna aanu ku xadbini lahayn annagu la xajacle badanaa dowladnimada naga hayso qataraan u qaadanay riski badanaa u marnay wax badan aan muxuu ahaay culays ahaan soo aqbalnay maanta dastuurka aan maan walba ku celinayn dastuurka aan mar walba ku celinayn waa qabi waa run inuu qabiil yahay laakiin adeerow gacaliya shalay asigaan ku kala baxnay asaan ku meel marnay si aanu cillad iyo ceeb u imaaninaan annagoo joogno dowladdii aan qabkeenna iyo wixiina aankeen aan gaabinay si aan u qancino dadka kale inay dowladnimada ku qancaan shalay markii meesha lagu doortay madaxweynaha la isugu imaanayay nidaamka meelay ka dugsanayd ma lahayn baarlamaanka cadiisa la isku doori karaa baarlamaanka hal la joogo waa dhihi karna dadka qulubtooda iyo waxaad ilaalinaynay iyo muxuu ahay ra'yigooda in badanoo dadka siyaasiyiinta dalka joogta ah waxay rabeen muddadii waa gaari weynay hala sii kordhiyo muddada waxa lagu daro inaan iska sii joogno oo lagu daro waa jeclen cid nagu qabsan kartay iyo cid noo diidi kartayna ma jirin dhaqanka dowladnimada suuban in la ilaaliyo teeram hadduu jiritaan kara dowladdaani ifafaalaha ka muuqdahay waa inay dastuurkan ixtiraam u haynin dastuurka haddaana ixtiraam u haynin teeramkan ixtiraam uma hayso waxaan u sheegaynaa in teeramka hadduu dhammaado uu dhammaaday waxyaabaha hadaaqa oo laga dhex sheegayo ayaga iyo waqti badan isaga dhumina Soomaaliya waa ka timiday meeshii qofka rabitaankiisa ay ku shaqayn jirtay dadkuna waa ka yimaadeen oo rabitaankooda ayagoo ku shaqayn karay rabitaankooda meel iska soo dhigeen kuwii shalay dagaalamayay oo ciidamada haystay oo madaaficda ridaya ayaa magaaladan jooga dalka dhan jooga kuwii shalay dagaalamayay oo madaaficda ridaya ayaa maanta waxay leeyihin war hedahaya dastuurka aan ilaalino war dastuurka ha lagu dhaqmo war dastuurka ha la ilaaliyo midaan shalay wixii dhacay ogeyn maanta inuu yiraahmaya dastuurka lagu dhaqmo maayo anigaa muxuu ahay waxayna macquul maaha madaxdu shacabka markay ixtiraamaan
أي احترام هليا قانون كمرك دوران أي دور مهليا أيجنا الدورية شعب هذه احترام وياه احترام مهليا قانون هذه دور وياه دور المحوى مهليا محمد مركلة عطدر أن كل علنيا دولة فدرال كأ يهجان كيدو حكومة دا يوم الحوينا وشعب أي دور تنبا سيدا أي وحكو وذان صح ما أهن وضلاس إني بدلان وضلا أي هايان مالحون أي كتنا ماتا قردير أي كتنا علا أون لغسو نغو كرن واي أرغن ما أولانا واي سو جوغن دل كان صدام كسن دولة لانتا آيان سو جوغن وحي دعا يودن شل سيدا نغو مغضان أي نغو مغضان ولي كجوغن دا أدو كما قنايدان دل كودن جوغننا war anaga soo joognay wadadii lagu dhumay waa wadadan ha qaadinina kaleexda dadka ka daaya maraga iyo cun qabateynta iyo dibka dadka ka daaya tahdiidka iyo maxaan ku raadada xurriyada dadkan waa dul qaateen waxa ay maanta ku dul qaateen wax badan oo kamid looma dul qaadan insha Allah laakin maanta dadka maadaama dhibaato soo arko laakin de wax walba xaday leeyin xadkiya laga bixin rabaa ka bixinina oo dhibaato inta ka weynaan inoo iimaano dawladda dawladnimadan taageersanahay dalku inuu dawladda yeeshaan rabna deganaashiyaan rabna dal kale ma qabno baasaboorro kale ma qabno daar kale adduunka kuma lihin meeshaan aan ku dhalano ku korno wax ku barano ka soo shaqeyno wali inaan joogno ka shaqeyno rabna la xajeclaan naga hayso meelan anigu dalkaan hadduu xumaado meel kale uu aadama aqaano ku bedesho war ninkaad meel kale uu aadala hoow dalkaan nooga xayaarin malaayiinta soomaalida dalkaan joogtana meel kale ma qabaan adeero hadaan meel kale qabta adigay ku jirtaay لكن دلكان يدغان كيس يدد كيس هكو عيار كرام حما يشرف حما تاريخ حما يعني كان راعي اوليد ان كاهري دون ادي اد ايام مركله وحنا وحنا وحشا لا دعي معين الشيخ شريف وحا لو سمي استان يفرين دد كسومالي دو دن اوتاه قف كستو سومالي او مواطن عادي ام حوفيل كرا مركا اودياشي قرنك دلكاني اسيغ او 22 سنه marna dawlad aan ahay marna dawlad ku meel gaar ah ka soo saaray iyo kuwi ka dambeeyay dawladnimada xamar iyo iskoola booliska ku koobnayd inta baahiyay jamhuuriyadda afarteeda gees geeyay hadii aanay dawladnimada dhexdeeda ixtiraam ku lahayn muwaadinka caadiga ah iyo hooyada caadiga ah suuqa bakaaraha yanayada ku gadanayso ama suuq bacaad maxaan ku yiraahdaa ee mooska ku gadanayo maxay sugayaan waay والرجع حماد ودان رجع حماد الجوجية ودد عدك الجوكتا ودد صحة معها إلى عليا ددك أنا الله تور آدي هذا وما سنتين ددك الصوماليات مر والبو حنقول دردار ميا نبض إلى علي أنت نبض دول قات كأي موجية وقو أمانية هسي موجيين لكن حقوق ذو ذها إلى شدة حقوق ذو ذها إلى شدة لما عمسكروا لما عبوركروا ددك حقوق ذو ذها إلى شدة سن نبضة ونا بتقولي كجرت هو إلى شذا لكن يعني يلين إن محوها هاي لأبيوس كريه أو محن كل الدستور قانون الآن إن الغدق قانون الآن إن الغدق ما يعني اللي يل مرنا يعني اللي يل لكن هذانا نبات وح أن ربنا نبات وما بقى دو كواركتر عط يا نبات يروح كل دونتان مدافع مريدان ما اسم الدلان غرح يبلاي يمحوها دب كوان أرجع حسدا أنا بديت كأهم موقف فلان عرات كلا إذا قال كلا ما قالي كرنو لكن عدكين نومي ذي سنان كور استاغينا وحينا ديباي عدان كور استاغينا طلان كور استاغينا وددان سو استاغينا ميان لنا ميان نكي يرانا ما اهينو دنبي قلي مركا وحان لنا هاي دكت صوماليا نبدا صوماليا نبدا مرو لكو علنيا وحان كو علنيا صوماليا حقا الليد هاي نقلاشو ها اقلان ان لقو تعديو حقوق دادا شرق قاسي قانون قاسو حقا وكسيني إلاشو أو مدي محاكم إلى دين الإسلام كإكسوس إلى شو ولقد كرمنا بني آدم إلهي يا قرآن كيس كرامك كوير قوانين تا وطئك إن لان الدستور كن أوي هين حرية إلى لنتا قفك هي حقوق ديس آدمها هي حقوق ديس مواطن مو ويعدها هذا قال غارب أنا إلى شتان لدك صومالي هذه هذا وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله. كسمايو أو بيت أيا الله حرك إن ديالو بيت حام هذه كم كتير تامة هذه كسمايو ما أنت متاعنو كسمايو الله حرك وح كوينا ما أنت تاعنو كسمايو ما قضيت ما أنت قضيت قرن وايه
دلك الصومالي أولا يدولد سجرتان كذا واسو أشي تاجن إيشو كسماية ما عمر كيان لقو مش قول كسماية يا قرا أنت كده عيا كان يو قرن كسماية ما تتاجن.